السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عارفين ان البرامج الجي اي اس بتبقى غالية جدا، لكن انا جايب لكم كل برامج مجانية او على الاقل هي اوبن سورس، برامج بتشغل في الجي اي اس وبتشغل في الاربن وكلها مجانية او بتبقى بفلوس قليلة خالص، ولكن هي كلها التركيز انها اوبن سورس. طيب هنبدأ ببلندر جي اس. بلندر برنامج قوي جدا، ده عبارة عن ادنس بيسطب عليه بيخليه يتفاعل مع الجي اي اس. عندنا جراس جي اس، هسيب لكم الرابط تقدروا تحملوا كل البرامج دي مجانا. وعندنا جوسون، ده بيديني ان انا اشتغل محرر او اعدل على خرائط الاوبن ستريت ماب. اوبن ستريت ماب دي برضو مفتوحة المصدر وانا اشتغلت فيها فترة طويلة. عندنا لكن، ده فري اند اوبن سورس تمام على الحاجات الهيدروليكال. عندنا ماجو 3 دي، ده انتجريتد مع الاي اي سي مع الاركتكشر انجينيرنج كونستراكشن تمام، ده انا مهتم بيه الصراحه. وعندنا طبعا الاوبن ستريت ماب، عامل فيديو كتير لي على القناة، بيعمل خرائط للعالم كله اوبن سورس. الكيو جي اس برضو شرحته عندي في القناة وان شاء الله هكمل شرح فيه. الساشة ده برضو انا اشتغلت بيه فترة، ده ممتاز برضو. مش معنى اشتغلت بيه فترة ان انا وقفت او يعني ما عجبنيش او كده، لكن تركيزي دلوقتي بقى على المباني اكتر من الجي اس. دي برضو برامج كتيرة كويسة تقدروا ان انتوا تجربوها. طيب الصفحة دي فيها برضو حاجات خاصة بالتصميمات زي بلندر فري كاد، انا اشتغلت على بلندر وفري كاد وكريتا وسويت هوم 3 دي، فدي برامج ممتازة. هتلاقي حاجات برضو خاصة بالصور، حاجات خاصة بالجيم انجن وهكذا، فشوفوا بقية الحاجات دي ممتازة جدا ان شاء الله.